أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقيكم في حلقة مجددة من حلقات برنامجكم برنامج الشريعة والناس، وهذه الحلقة المباشرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم بالتأكيد عبر أرقام الهواتف التي سوف تظهر أسفل الشاشة تباعا إن شاء الله. إلى أن يجينا أول اتصال وأول استفتاء، أكمل أنا وياكم اتصالات الحلقة الماضية. وكان عندي الأخت أم محمد تقول: أنا في شهر رمضان الفائت زوجي جبرني على الإفطار في نهار شهر رمضان، فشنو اللي علي؟ الجواب: عليك قضاء هذا اليوم وليس عليك شيء آخر. نعم، عليه هو قضاء هذا اليوم وعليه كفارتين، كفارة مالته مال الإفطار العمد وكفارة مالتك مالت الإفطار العمد. يعني هذه خلني ننبه الرجال إلى هذه المسألة. طبعا إن شاء الله إحنا يعني إذا الله نطانا ونطاكم طولة العمر في خير وعافية، إحنا وياكم في شهر رمضان المبارك كل يوم ما عدا يوم الجمعة، زين، وراح نتحدث لكم بشكل تفصيلي عن كل ما يرتبط بموضوع الصيام والمفطرات وما لا يجوز ارتكابه للصائم في نهار شهر رمضان. مما لا يجوز ارتكابه للصائم في نهار شهر رمضان مقاربة الزوج لزوجته الجمع، وهو من المفطرات، وتعمد الجماع زين يوجب مفطرية هذا الصائم، ويوجب عليه الاستغفار والتوبة، ويوجب عليه الإمساك وإكمال هذا اليوم، ويوجب عليه القضاء، ويوجب عليه الكفارة. فإن كانت الزوجة مطاوعة لزوجها فكفارتها عليها، وإن لم تكن مطاوعة ممانعة، الزوج هو الذي أجبر. وإحنا هنا بالسؤال جاءنا سؤال: الزوج أجبرها، بتقول أنا الزوج أجبرني زين على الإفطار. فمع الممانعة وعدم المطاوعة الزوج يتحمل كفارتين، يتحمل كفارته هو كإفطار عمد زين، ويتحمل كفارتها، يعني بالإضافة إلى قضاء هذا اليوم، بالإضافة إلى إمساك هذا اليوم، بالإضافة إلى الاستغفار والتوبة، زين، هذن كلهن ثابتات وعليه أيضا كفارتين. نعم، الأخت أم حسين من بغداد، تفضل يا أم حسين. السلام عليكم. عيني. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم حسين. بلا زحمة شيخ، يعني قبل أسبوع اتصلت عليك سألتك زين، بس الكهرباء طفت وما سمعت جوابك. اي بالخدمة، تفضلي. عيد السؤال يعني يصير عيدين؟ اي والله أنا ما أتذكر بالخدمة، ما أتذكر شنو السؤال. أني سألتك على مود بنتي، قلت لك تطلق الظلم. ايه. وزوجها يعني يحكي عليها يقول خانتني. ايه ممنون. ويحكي يعني جماعته هم نفس الحكي، جماعته يأيدون وراه. ايه. زين. وسألتك عن موضوع الكاميرات. ايه. يعني هل هي شرعية لا تنصب بها ميول على بيوت وعلى الشارع يعني؟ ايه. تشرف. ممنون. وسؤال الأخ إذا ما صير زحمة. ايه تفضلوا. الشيخ أنا مريضة، يعني أنا مرة كبيرة، عندي مفاصلي قالون، قلب تعبان، ضغط، هاي الأمور. يعتبر هذا من الابتلاء يعني يخفف الآثام والذنوب علي؟ ممنون، أوضح. تسلم لي شيخ، تسلم لي. الله يخليكم، أهلا وسهلا، مرحبا. زين، السؤال الثاني للأخت أم محمد تقول الآن احنا عندنا اكو فد قضيه في عشيرتنا او في ارحامنا او اقاربنا او معارفنا، شخص زين هو ليس رجل دين، ليس يعني اختصاصه هذا الموضوع، يقول يعني مثلا من يشوفنا صيام احنا يقول لنا فطروا برقبتي، يعني هذا حاله اما واحد من امرين، اما انه ملحد، زين ملحد، وهاي كلمته يعني نابعة من عدم اعتقاده بوجود الله وبوجود تشريعات، ولا هو شنو يقول برقبتي؟ وبرقبتي ليش؟ لأنه قد بداخله يستهزئ بينا، يقول يعني ما شنو ذولا؟ وين أكو الله؟ وين أكو دين؟ وين أكو شريعة؟ وين؟ فإما أن يكون ملحد وينبع من الحادة مثلاً هاي الكلمة، أو أن يكون مشتبه. الصيام من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، معدودات 30 يوم 29 30 زين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية القرآنية رخصت، الآية القرآن طبعا المرخص لهم الإفطار، احنا رح نجي إن شاء الله ونذكر في شهر رمضان 6 أصناف، لكن رخصت في الآية القرآنية الإفطار لثلاثة أصناف للمريض زين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر والمسافر زين، وعلى الذين يطيقونه، الذين لا يطيقونه، يعني هنا يطيقون بمعنى لا يطيقون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالآية القرآنية أوجبت الصيام على الجميع ورخصت الإفطار لطوائف ثلاثة زين، اللي هو من هو المريض، المسافر زين، والذي لا يستطيع أن يصوم. طبعا احنا راح نبين ان شاء الله ان الروايات الوارده عن النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم واهل البيت رخصت لغير هؤلاء الثلاثه ثلاثه اصناف اخرى، فيكون مجموع الاصناف الذين رخص لهم الافطار سته اصناف فقط، وليس من الاصناف عموم الناس. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا المؤمنين، شوفوها سادي همينه بها فتح حكايه عما تحدث قبل قليل. يا أيها الذين آمنوا، إذا واحد مؤمن بالله أكو الله وأكو شريعة، ترى الله خلى الصيام كتب عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صيام همينا مو بس علينا انكتب، علينا وعلى غيرنا. نعم ربما يكون هنالك اختلاف في كيفية الصيام، في توقيتات الصيام، في مدة الصيام، تعداد الأيام، لكن كمادة عبادية، كعبادة وكممارسة، هذه كتبها الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين. فما يصير هذا، وهذا هم لا يجوز شرعا، يعني لا يجوز شرعا التصدي ل خلينا نقول البحث في ذمم الناس. هاي هم انتبهوا منها، انتبهوا انتباه 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 زين. يعني احنا يعني الله يشهد على ما اقول، الله يشهد على ما اقول، لولا انه احنا ايضا نشعر بالتكليف الشرعي في يعني توضيح المسائل الدينية للناس، ما نتصدى لهذه المقامات، لأن هذه المقامات فد ورطة كبيرة، ورطة كبيرة أن أنا أقول حرام، ورطة كبيرة أن أقول حلال، ورطة كبيرة أن أقول أفطر، ورطة كبيرة أن أقول الصوم زين. يعني واحد مثلا مهما أمكن يتجنب قضية الحديث في الدين في دائرة الإفتاء زين، يعني هذه مسؤولية كبيرة جدا يعني. نعم. الأخت أم حسين تسأل، تقول أنا عندي سؤالين. السؤال الأول تقول أنا سألتك بس انطفت الكهرباء وما سمعت الجواب، ولذلك أنا أخابر اليوم وأكرر أسئلتي حتى أسأل. تقول أنا زوجي زوج بنتي طلق بنتي، وبعد أن طلقها بدأ يشهر بها، أولا قذفها بأنه هي خانته، وثانيا يشهر بها طبعا، وهذا من أكبر المحرمات، هذا من أكبر المحرمات ومن أكبر الموبقات. وهذا زين أنه يتكرر السؤال كي يتسنى لنا تكرار وإعادة الجواب على مسامع الناس. ليش؟ لأنه لا حد يزعل مني، إحنا عندنا هيك ظاهرة، حتى مو بالنسبة مثلا للرجل اللي يختلف ويا زوجته زين، ويعني مثلا كأن يكون يقذفها مثلا، يقول هذه تزني، هذه خانتني، هاي زانية، هذه فلان شي. لا، إحنا عموما عندنا المجتمع للأسف الشديد مثلا مجرد أن يشوف امرأة مثلا مرأة تطلع الطوب تضحك خفيفة، مع الاعتذار لأخوات المؤمنات زين، تصعد السيارة وحدها كذا، بمجرد أن شاف هاي العلامات قال هاي مو زينة وهذه زانية وهذه كذا. وهذا طبعا من أكبر المحرمات، هذا من أكبر المحرمات ومن أكبر الموبقات. وهذه المسألة مما تشدد فيها الشارع المقدس تشددا بالغا، بحيث أنه قال إذا هاي نريد نثبت عليها القضية يكون نجيب أربع رجال عدول يشوف شايفين القضية الكذائية، شايفين هاي المرأة تمارس، شايفين يعني مثلا لو وأنا قلت سابقا لو كانوا أربع رجال عدول يشهدون على أنه رجال ومرأة أجنبيين دخلوا بغرفة واحدة وسدوا الباب عليهم، هذا ما يكفي لإثبات الزنا، حالة الزنا وجرم الزنا زين. نعم ممكن مثلا أكو بعض النساء كرمكم الله حشاكم حشا الأخوات المؤمنات
خفيفة فلان شيء تجيب السمعة السيئة لنفسها، لكن قد هي ما عندها شيء يعني تجيب السمعة السيئة لنفسها. فهذا يكون إحنا ننتبه عليه، هذا من أكبر المحرمات. قذف المحصنات زين ورمي المحصنات من أكبر المحرمات، من كبائر الإثم. هذا واحد. اثنين، فما بالك إذا كانت هي سابقا كانت زوجتك وعدك أطفال منها. هذا دائما أصلا أنا ذكرت وأذكر أكثر من مرة، يصير تدرون يعني بمناسبة زين يعني موقعي في برامج الاستفتاءات وعلاقتي بالناس وزين علاقة الناس بي، فيخابروني رجال عندهم هذا الابتلاء يقولون أنه إحنا أنا زوجتي أشك بيها. طبعا هو الزوج يشك يعني خب الزوج ما شاف، ربما شافها أو سمعها، تتصل ويا أحد مثلا، تشوف أحد مثلا، تتصل أحد بالتليفون، شاف رسائل، شافها طلعت وطبت بدون إذنه وعلمه زين، بس خب ما شافه بعينه. يعني أنا ما خابرني فد يوم واحد وقال أنا شفت بعيني هالجرم بينها وبين شخص، بس قال مثلا شفت أنا بالتليفون، شفت كذا فلانش كذا، سمعوها هذا رسالة فلانشي. هذا ما يثبت الجرم، وهذا حتى إذا الآن أنت بعد مثلا ما رغبت بيها، قلت هذه ما تفيدني مدام هذه هيك وضعيتها ما تفيدني. هذا بل حتى لو ثبت عندك بالعلم والقطع واليقين، ما المفروض تحكي هاي الحكاية أنت؟ ليش حش الأخت المؤمنة؟ ما المفروض تحكي هاي الحكاية؟ لأن هذه أولا هذه أم أولادك، باشر عقبه أولادك تلحقهم كلمة كبيرة زين. هذه أمهم هيك سوت هيك دقة، وأخوب أدا بيها بيهم بنية، بعد شلون مستقبل البنية وزواجة البنية؟ هذه قضية أولى. قضية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة. الله سبحانه من 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 الكبائر الأثم أيضا إشاعة الفاحشة. يعني حتى لو ثبت، وإحنا قلنا بالحكم الأولي أنه إحنا ما نقدر نحكي إلى أن يثبت وما نقدر نحكي، والآن بعض الناس يحكون لمجرد أنه شافوا مثلا ضحكة بوجه واحد قالوا هاي مو زينة، وهذا هاي جريمة عظمى. واحد. اثنين، لو ثبت إحنا هم مأمورين من الشارع المقدس أنه ما نشيع الفاحشة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة، قلت لكم زين الآية القرآنية المباركة. فيكون انت المفروض ما تحكي هالحكاية، بحيث مثلا من يستشيروني شو اقول لهم؟ اقول لهم يا بقولوا قولوا هاي الحكاية انه احنا ما انسجمنا، وبالفعل هم ما انسجموا. يعني احنا من نقول هالحكاية هم صادقين فيها، ما انسجموا اياها مثلا لكونها خفيفة مو ثقيلة زين. فهذا لا يجوز الحديث في اعراض الناس، لا يجوز رمي المحصنات زين، وهو من أكبر الإثم من كبائر الإثم، ولا يجوز التشهير، والتشهير من كبائر الإثم. هذا السؤال الأول. الأخت شيماء من ديالة، تفضلي يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا شيماء. شيخنا بلا زحمة سؤالين عندي. أي تفضلي. السؤال الأول، أنا ما أعرف إيش وقت على الصمت، أنا عمري كان صغير ما يقولوا لك صغيرة صمتي زين، ما كنا نعرف أحكام الدين نقول وما عرفت هذه ايه. صمت يعني أنا صغيرة، بس في الدين كانوا يقولوا لي ما ينصام، ما نعرف عن الدين ينصام ايه. فيعني عقب فترة مثل الدين قعدنا نعرف الدين وهذه ايه. فقالوا لنا دين يعني دين لازم ينطغي، وأنا ما أعرف إيش قد يعني الدين علي كنت إيش قد يعني برقبتي زين، يعني شلون أقدر أصوم يعني عرفت شلون أدغري شلون أوضح. أنا أتذكر أخير شيء لحد 2009 أنا ما أصوم الدين زين. سؤال ماشي سؤال الثاني، أنا أختي مطلقة وأروح يمها يعني رجلها هاجرها يعني وهاي قبل ما يطلقها هجرها، يعني أنا أروح يمها كانت تخاف واحدة عندها جهال فأروح يمها السحر، وهي يقولون يعني ما يصير البيت مو بيتك وتسحرين وتجين يعني باكين بي، وهي مسافة يعني قريبة علينا مو بعيدة فدنور يعني بنفس يعني منطقتنا نقول ايه ممنون ايه. فيعني شلون يعني اريد اكلم اريد اكتب لي تحسب لي بيان يعني شلون انا ما اعرف يعني هذا شيء انا قلت آه ما دارسه. ممنون، هسه اوضح لك ان شاء الله بالخدمة. اهلا وسهلا ومرحبا. زين السؤال الثاني للاخت ام حسين ايضا،
تحدثت عن قضية الكاميرات وتسليط الكاميرات من بعض البيوت، وهذا سؤال أيضا جيد جدا. يعني احنا ذكرنا أسئلتها سابقا، قلنا هاي الأسئلة كلش مهمة. بالفعل اليوم احنا اكو ظاهرة نصب الكاميرات بالبيوت وحقها الناس، زين، هذا يسهم في ضبط الأمن وهذا شيء كلش زين، لكن بشرط أن لا يخرق خصوصيات الآخرين، لأن هاي من الحقوق التي لا يجوز لنا أن احنا نتجاوز عليها. شلون؟ زين، واني ضربت لكم امثله، مو بس هذه، شيء بالشيء يذكر. مثلا نسلط الكاميرات مره نسلط الكاميرات بالاتجاه المقابل اللي تشوفنا الفرع الشارع، ومره نسلطه بالاتجاه شو اسمه اتجاه اليمين او اليسار. فاذا بس يشوفنا الفرع ماكو مشكله، اذا يشوفنا الفرع والبيوت مثلا الطرمه الجراجات مالت البيوت، هذا ما يجوز شرعا، لان هذا الجراج مالت يعني بيئة ناس، وهذا لا يجوز الاطلاع عليه، هذا نوع من أنواع التجسس، والتجسس من أكبر المحرمات، من المحرمات الكبيرة، زين، من كبائر الإثم، مو من صغائر الإثم، من كبائر الإثم، فهذا ما يجوز شرعا. تشوفون شلون؟ هذا واحد. شيء بالشيء يذكر، قال لكم آني أكثر من ذلك. الآن مثلا إحنا نبني طابقين وثلاثة وأربعة، هذا هم ترى بكلام انه اللي يبني طابق وطابقين يكون يخلي الجام مالت الطابق الفوق الاعلى جام يخليه مشجر، نسميه احنا. شلون مشجر؟ يحجب عني الرؤيه، يعني اذا انا جيت وقفت ورا الجامه ما اقدر اشوف جيراني، زين، هم يقدرون يشوفون خيالي بس انا ما اقدر اشوفهم. ما يصير مثلا اخلي جامه شفافه تمكنني من النظر، وإذا خليت جامة شفافة فلا يجوز النظر إلي، لا يجوز، هذا من المحرمات أيضا، زين، هذا من المحرمات، الاطلاع على زين عورات الناس، الاطلاع على يعني أعراض الناس، نساء رجال، ما جوز أنا مثلا أسأل أنا هذا بيتي، ما جوز واحد يباوع علي، زين، ولا يباوع على أهل بيتي، شلون أنت تباوع علينا، زين، هذا أيضا من المحرمات الكبيرة. السؤال الثالث تقول أني مريضة، فهل هذا المرض يعتبر زين من الابتلاءات اللي تخفف الآثم؟ طبعا بالتأكيد، الأمراض الله سبحانه وتعالى يبتلينا كما ورد في الآية القرآنية زين بعدة ابتلاءات، بنقص بالأموال ونقص بالأنفس، والنقص بالأنفس يشمل الموت والمرض، الموت والمرض، ويؤمرنا بالصبر، ويعدنا خير وبشر الصابرين، زين. فطبعا هذه دائما احنا نقول انه في النظرية الدينية، في النظرية الإسلامية، حتى مثلا الآن بالحوارات الإلحادية الإسلامية، الملاحدة يقولون يابا إذا أكو الله، يعني هو أكو الله، نقولهم طبعا أكو الله، بديهي أكو الله. يقولون الله عادل، نقولهم طبعا الله عادل، بديهي الله عادل، بديهي يعني. يقولون زين إذا أكو الله والله عادل، شنو لعد هاي الأمراض؟ هاي الأمراض شنو؟ يعني ليش واحد مريض وواحد سليم؟ نقولهم إيه، هذا المريض الله راح يعوضه بالآخرة، وهذا السليم زين الله راح يحاسبه على هاي النعمة. مثل مثلا الله سبحانه وتعالى اكو حكمه، هي توازنات معينه، اكو حكمه لاجلها الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا بمرض ويعطي لي هذا عافيه، وفي مقابلها هذا اللي يعطى عافيه مثلا ما يعطى ذريه كثيره، في مقابلها ذاك اللي يعطى عافيه ويعطى ذريه كثيره مثلا ما يعطى جمال، هذا اللي يعطى جمال وذريه كثيره وعافيه قد مثلا ما يعطى علم مثلا، وذاك وهكذا الله سبحانه وتعالى يوزع النعم ثم يعوض كل إنسان عن الشيء اللي سلبه منه. هاي المشاهد شلون مثلا أنتوا الآن أرحامنا يعني قبل كم يوم هما بالسويد، أنا كنت أتحدث ويا امرأة من أرحامنا، فكانت تقول انتبهوا على هاي القضية، كانت تقول أنه إحنا هاي صار لنا يومين دا تطلع الشمس وما تتصور احنا شلون فرحانين بطلعة الشمس. انا قلت شوف يا سبحان الله، هذا يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى.
الناس ما تعرف قيمة النعم إلا من تشوف ضد هاي النعمة، فقدان هاي النعمة. فالله سبحانه وتعالى يشوفنا الليل حتى نعرف قيمة النهار، ويشوفنا النهار حتى نعرف قيمة الليل، ويشوفنا المرض حتى نعرف قيمة الصحة، ويشوفنا الصحة حتى نعرف بلاء المرض، ويشوفنا الذرية الكثيرة حتى نعرف بلاء زين الـ يعني عدم وجود الذرية، ويشوفنا عدم وجود الذرية حتى نعرف قيمة الذرية، وهكذا. ثم الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الرحيم راح يعوضنا بالآخرة عن كل شيء هو ابتلانا به أو أخذ من عندنا زين. وهذا أيضا من المفارقات اللطيفة. يعني شنو؟ يعني مثلا ذول الملاحدة شي يقولون؟ يقولون الله موجود، نقولهم إيه بديهي الله موجود. الله عادل، نقولهم إيه نعم الله عادل بديهي الله عادل. يقولون زين إذا الله موجود وعادل لعد شنو هاي مثلا الأمراض الكذا يعني المشاكل اللي تصير؟ نقول هاي الأمراض هذول من راح يروحون بالآخرة ويشوفون العوض، العوض زين راح يقولون الحمد لله والشكر لله، احنا تحملنا مرض مثلا مالفت 50 سنة 60 سنة، الله عوضنا عنه العمر كله باعتبار أنه هناك حياة الحيوان الحياة الآخرة زين، الحياة الأبدية الدائمة السرمدية الأبدية زين. فشنو؟ فأنت تتحمل فت 50 60 40 30 10 20 سنة، يعطيك الله سبحانه وتعالى يعوضك تعويض عظيم. هذه من قبيل قضية مثلا أنت تنطي من وقتك فت 17 دقيقة صلاة للصلاة، الله يعوضك عنها. الصلاة تعب، تعب ترى هاي مثل هاي التعب، الله ينطيك فت ثواب جزيل. الصوم أنت جوع وتعطش، جوع وتعطش قد نص نهار، الله يعطيك جنة زين. الصوم جنة من النار، خلاص من النار زين، ثوابه الخلاص من النار، الله يخلصك من النار، وهكذا. فطبعا هذه ابتلاءات إما أن تكون هي حط للذنوب أو اللي ما عنده حط، هذا هم أيضا إشكال من الملاحدة. يقولون يا بها شنو مثلا بالله هذا شي يسوي؟ نقول له حط للذنوب. يقول زين واللي ما عنده ذنوب؟ نقول له رافع للدرجات اللي هي الآخروية. نعم يلا خلنا نطلع احنا وياكم الفاصل ونرجع ان شاء الله ونكمل. Thank you.
ائتلاف النصر 158. واقع القطاع الخاص في العراق، احنا عندنا قطاع خاص اصلا يعني؟ الان القطاع الخاص ايضا اصبح مسيس، لا فرص عمل لا وظائف، لا نبقى بس على الحكومة، وهذا حالنا اليوم. الاستثمار ما ياخذ من ميزانية الدولة درهم. المواد الغذائية كلها استيراد، كل شيء في العراق صار هو مستورد. الحكومة هي اللي مسؤولة عن ما يحدث اليوم من إهمال القطاع الخاص. برأيك حلول القطاع الخاص سهلة لو راح تنحل وراها حسب وجود بالدينار، يأتيكم في الأوقات التالية. كل عراقي عايش بداخل البلد أو خارجه ومقيد اسمه بسجل الناخبين إلى الحق بالانتخاب الحر باللي نوب عنه بمجلس النواب بدورته الرابعة. بالآونة الأخيرة برزت دعوات لمقاطعة الانتخابات، فهل راح نقاطعها؟ أي نقاطع بشدة، لكن أي مقاطعة؟ نقاطع مروجي دعوات عدم الانتخاب ونروح بكل عزم وهمة لاختيار من يمثلنا ونشوفه حريص على بلده وشعبه. نقاطع انتخاب الفاسدين وسراق المال العام بانتخاب النزيه. نقاطع بالانتخاب لا بالانعزال، ونقول احنا شعلينا، احنا جزء من التغيير، علينا مسؤولية انتخاب الأصلح والأكفأ. يتساءل الناخب شو وقت يروح ينتخب؟ نهار السبت اللي صادف 12 آيار 2018، بعد ما تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 7 الصبح ولحد 6 مساء، وراها يدخل المركز الاقتراع ويبرز ايده حتى الموظف يتأكد انه اصبعه ما محبط. بعدها يسلم بطاقته الانتخابية للتأكد منها بجهاز التحقق الالكتروني ويبصم بإبهام الايسر بالجهاز. الموظف راح يجري عملية المسح الضوئي للرقم السري لورقة الاقتراع ويأشر على اسم الناخب بسجل الناخبين. بعدها الناخب راح يستلم الورقة ويتوجه لمحطة الاقتراع وتحديدا الكابينة التصويت السري للانتخاب اللي يكون حسب أحد الخيارين، يا أما وضع إشارة عن طريق القلم الخاص بالتصويت على اسم الحزب فقط، أو وضع الإشارة بالمربع الموجود مقابل رقم المرشح بتسلسل الأرقام الموجودة بالجانب الأيسر من الورقة، على أن يخلي الإشارة أمام اسم الحزب اللي ينتمي إلى المرشح. وراها يخرج من الكابينة ويخلي إصبعه بالحبر، وبعدين يحط الورقة بصندوق الاقتراع الإلكتروني. وبهاي الحالة يكون قد أنهى ممارسته الانتخابية ويخرج من مركز الاقتراع ويروح البيت رافع راسه بفرص صوته على الفاسدين اللي ما إلهم مكان بعراقنا الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مجددة، وهذه عودة ميمونة لكم للبرنامج. الأخت شيماء تقول أني صمت بس ما أعرف إيش وقت صمت بالضبط، وعندي طلب وما أعرف إيش قد أني مطلوبة، ما كنت أعرف همينة أنه الطلب لازم ينقضي، بس شلون أني شلون أحسب؟ زين شيماء، هاي شغلتها بسيطة، أنت قدري قدرين، قدر أقل وقدر أكثر، زين، مقدار أقل مقدار أكثر. يعني مثلا الآن أنا أسألك، يعني لو نفترض أنت الآن أنت قبالي، أقول لك شيماء إيش قد تحتملين، إيش قد أقل شيء؟ أنت مثلا تقولين أقل شيء فت 60 يوم، أقول لك زين كل زين، وإيش قد أكثر شيء؟ تقولين أكثر شيء 90 يوم، نقول لك خوش كل زين انحلت، صومي الستين يوم، يعني صومي الأقل وادفعي عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين أو التمر أو التمن للفقير المتدين وتبرد ذمتك. فنقدر أقل وأكثر ونقضي الأقل وتبرد ذمتنا وننطي فدية التأخير، فدية تأخير القضاء اللي هي 3/4 الكيلو من التمن أو التمر أو الطحين للفقير المتدين، والله يتقبل الطاعات والأعمال. الأخت أم حسين من واسط، تفضل يا أم حسين.
السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم حسين. شلونك شيخنا؟ شلونك؟ الله يخليكم، الله يسلمكم، أهلا وسهلا ومرحبا. عندي ثلاث أسئلة إذا تقدر. نعم. شيخنا أختي تقول قبل من أصوم رمضان من أغسل أو أتوضى يدخل ماي من أنفي مو من الفم. أيه. تقول بدون تعمد. تقول بعد فترة قالوا هذا مفطر ولازم أنت تقضين هذه الأيام. هاي شنو؟ قالوا لي حددي على الأقل. في تقول أنا ما أعرف إيش قد أحدد، يعني لا أعرف إيش قد عددهم، لا أعرف أحدد أقل ولا أكثر. تقول هسه محتارة. لا بابا. تقول صمت 7 أيام. تقول هذا يكفي لو أصوم بعد 7 يعني. أم حسين تسمعيني؟ نعم نعم. وين هذا مضمضة بالوضوء لو خارج الوضوء؟ مرات تقول يعني يدخل من التغسيل أو من الوضوء أو من السباحة، يعني بطرق مختلفة. تقول ما أعرف يعني حتى الأقل ما أعرف أحددهن. تقول صوم 7. وقد بعد أصوم؟ هم أصوم 7 يعني. إيه زين. سؤال الآخر. السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا، أنا بالصيام أحس دائما أكو فتشي بلعومي أو مقدمة البلعوم أكل ما أعرف شنو يعني، فأتسلع يعني في مقدمة بلعوم أو في منطقة مخرج حرف الخاء يعني هذا يعتبر مفطر إذا أبتلعه أو لا؟ إيه أوضح إن شاء الله، ممنون شيخنا العفو. السؤال الثالث، مرات من أصلي الظهر أصلي قضاء ما في الذمة وياها، يا أما صبح أو مغرب، زين فأصليها إخفات لأن الوقت ظهر، أو أصليها عادي جهرا لأن هي ما تحتاج إخفات الصبح والمغرب؟ ممنون. زين. زين. السؤال الثاني للأخت شيماء، تقول أنا أختي مطلقة أروح يمها، زين من كان زوجها هاجرها أروح يمها، يقولوا لي يابا شلون أنت تروحين يمها، هذا البيت مو بيتك، أنت تروحين وتصومين وتاكلين، هذا ما يجوز. زين. فهل بالفعل أكو شيء؟ هو انتبهوا، هذا خوش سؤال. أكو هيك شيء بالشريعة المقدسة؟ يعني شنو؟ يعني شنو اللي أكو؟ اللي أكو شنو؟ اللي أكو هو أنه نحن لا يجوز لنا، حتى لو كان ذولا أرحامنا، لا يجوز لنا أن نذهب في دار أحد وهو غير راغب في وجودنا. زين. يعني أنا أروح البيت وآكل بهذا البيت، وأبو هذا البيت، انتبهوا انتبهوا، أبو هذا البيت صاحب المال الذي ينفق هو ما يقبل، هذا طبعا ما يقبل وساكت حياء. زين. فهذا هنا شو يصير؟ يصير المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، كالمأخوذ غصبا، هذا مثل الغصب. هو خب مو غصب، لأن أنا ما قلت غصبا ما عليكم آكل منكم، بس هذا كالغصب، هذا حكمه غصب. زين. واحد يقول أنا ما غصبت، نقول له إيه صح ما غصبت، بس أنت أخذت حياء، والمأخوذ حياء مأخوذ غصبا، لكن هو لأنه أنت مدى تأخذه بالقوة، النبي قال كالمأخوذ غصبا. زين. صلى الله عليه وسلم. فهذا، لكن طبعا إذا كان الزوج هاجر للزوجة، والزوجة هي متحملة لنفقة نفسها، هي تدفع إيجار البيت، هي تنفق على ذريتها، هي تشتغل موظفة كاسبة، وهي تشتغل وهي أختك وهي راضية، فلا شيء عليكم، لا شيء عليك. نعم إذا هو اللي ينفق على البيت وهو هاجرها بالاتفاق بينها وبينه، لأن مرات مثلا الزوجة تسقط حقها في شنو، في مبيت الزوج عندها أو في تمتيع الزوج إلها كل 4 أشهر، تقول له روح ما أريدك، أنا ما أريدك، روح بس أنت مثلا ادفع لنا الإيجار أو اصرف علينا وروح، أنا ما أريدك، هي تسقط حقها. هنا لا يجوز لأحد أن يدخل هذا البيت ويأكل من هذا الأكل إلا برضا شنو؟ أبو هذا البيت اللي ينفق على هذا البيت. زين. الأخت أم حسين تسأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، تقول أني من أصوم، ها أختي تقول من كانت تصوم مرات، زين تبتلع مي بالوضوء، زين مرات بالوضوء مرات خارج الوضوء، من تتمضمض طبعا اشتباها يعني سهوا ونسيانا يدخل المي، فطبعا هذا إلى تفصيل، وهذا راح إن شاء الله أفصله بشكل يعني واضح في شهر رمضان المبارك إذا الله نطانا ونطاكم طولة العمر في خير وعافية. استباق الماء بالمضمضة للوضوء ما تبطل الصوم، الصوم صحيح وتستمرون به. زين. استباق الماء سهوا نسيانا
واحد يتمضمض لوضوء وبلع من المي نسيانا وسهوا، عليه شيء بصيامه؟ لا. صيامه صحيح؟ نعم. يقضي هذا الصيام؟ لا، ليس عليه قضاء وليس عليه كفار وليس عليه أي شيء، يكمل صيامه وليس عليه شيء. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمضمضة بالوضوء. مضمضة خارج الوضوء؟ لا. هذه شي يصير عليه؟ هذا لازم يكمل صيامه ويقضي هذا اليوم. زين، الآن هي شو تقول؟ تقول إش قد أني أقضي؟ نقولها تقضي أقل، نقدر أقل وأكثر وتقضي الأقل. تقول يا با أني ما أقدر، دا تقول هي أني ما أقدر أقدر، نقولها يا با أنت صومي، صومي مثلا، أنت صومي ما تطمئنين له أنه يبري ذمتك. تقولين أنا صمت 7 أيام، أصوم لي 7 لوخ، صومي 7 لوخ، كل زين، صومي 7 لوخ وإلك الأجر والثواب. لكن مثلا بعدين مرات مثلا أنت صومين 7 وتصومين 7 14، تقولين ها يعني بعض الناس عندهم شك، يعني كثيري شك، ها محتمل أكو أكثر. من تقولين محتمل أكو أكثر، عوفي الأكثر بعد. إحنا شو نقول؟ هو إحنا هذا نقول نحط أقل ونحط أكثر، الاحتمال الأكثر دائما نعوفه. هسه الآن أنت مو صمتي 7 بتقولين خل أصوم 7، صومي ماكو مانع. ورا ما تصومين 7 هم راح يبقى عندك شك، تقولين ها محتمل بعد أكو 7 لخ أصومهن؟ نقول لك لا مو واجب عليك. تقولين لا يعني أصوم قربة إلى الله، نقول شكوا بيها، صوموا صوموا بس مو واجب عليكم. احنا نريد نثبت هالقضية أنه من لا يقطع بثبوت شيء في ذمتي لا يجب عليه قضاء هذا المحتمل، الصيام المحتمل. نعم يستحب له القضاء لكن لا يجب عليه القضاء. نعم. الأخ باسم من بابل، تفضل يا باسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا باسم. شيخنا أنا من بابل وأداوم برا مادي. إيه. بس عندي إشكال على الأذان المغرب، الأذان اللي يأذن بالمنطقة. إيه. وبالقنوات، وعندنا أذان يعني داخل القاعدة ورا تقريبا 7 دقيقتين أو 6 دقائق يلا يأذن. هم هو شنو الأذان اللي يوصل لكم؟ أذان الأخوة السنة؟ المنطقة اللي بها صحيح سنة يأذن. الا 10. اي هو هسه خلاص بعد احنا هسه خلينا نثبت هيك انه المنطقه اللي بيها، عفوا المنطقه اللي بيها بيها اذان سني، انت شلون تتعامل ويا هذا الاذان؟ انا اتعامل مرات على القنوات لا 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 انا انطيك قصدي، انا شنو قصدي من هذا الكلام؟ انا هسه راح انطيك شلون تتعامل، بس انا قصدي انه أهلاً أهلاً وسهلاً بالسيد زعيم ائتلاف النصر دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بين أهله ومحبيه في محافظة الأنبار، حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم. بسم الله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على ثم السلام عليكم ورحمة الله. السيد زعيم ائتلاف النصر دولة رئيس الدكتور حيدر العبادي المحترم، الحضور الكريم الرافض لكل أشكال الطائفية والتقسيم، السيدات والسادة مراتب وقادة، الأحبة
زين أقضي جهرا بغض النظر عن وقت القضاء. يعني أني إذا صليت صلاة الفجر قضاء عما في ذمتي، صليتها ويا الفجر أصليها جهرية، ويا صلاتي الظهرين أصليها جهرية، ويا صلاة العشاءين أصليها جهرية. لماذا؟ لأنه يقضى ما فات كما فات، هذه قاعدة وقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الحكم في مثلا صلاة الظهرين، صلاة الظهرين راح أقضي صلاة الظهرين أصليها ويا الفجر إخفاتية، أصليها ويا الظهرين إخفاتية، صليها ويا العشاءين إخفاتية. لماذا؟ لأنها إخفاتية، فأقضي ما فات كما فاتني. نجي صلاتي العشاءين صليها ويا الفجر جهرية، صليها ويا الظهرين إخفات جهرية، أصليها ويا العشاءين جهرية. لماذا؟ لأن ما فاتني جهرا أقضي جهرين. نعم. الأخ أبو عبد الله من بغداد، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أبو عبد الله. شيخنا في السؤال. أي تفضلوا بالخدمة. شيخنا أنا ما صارت عدة أطفال. أي. زوجت صار لي 9 سنوات. أي. لو راجعت الأطباء وقالوا لي شغلته كله يم أطفال أنابيب. زين. فأنا ما عندي إمكانية الأطفال أنابيب. أي. أكو مؤسسة خيرية يمنا. أي. رحت للمؤسسة الخيرية. طرحت عليهم موضوع وقلت لهم يا بانا هيك وش شغلتي ويردون من يمي يعني مبلغ وشغلتي يم اطفال انابيب. فالولد قال لي انا راح ان شاء الله اسعيلك بالشغله. ايه. وان شاء الله يعني اشوف يتبنون شغلتك لو لا. زين. ورا فتره النوبه جاني قال لي ما تبنينا شغلتك وصارت الشغله ان شاء الله. زين. وراح نسفرك مو هنا نوديك للهند همين. زين. ايه. فوراها النوبه انا بقيت وياهم يعني. بقيت وياهم تقريبا 5 اشهر. زين. يومي اجلوني اجلوني اخر شيء قالوا لي وصلت بعد طلع الجوازات انت. ايه. وتروح تفيز كملت تروح تفيز اللي توجيت. زين. هي هاي كلها شيخنا هاي شنو هاي المصارف هاي كلها على حسابي اني. زين. اي وهاي النوبه ورا فتره النوبه ليله يوم تغيرت الشغله. ايه. قالوا لي بعد انت ما اكو سفر ما عندنا هي تجوا المتبرعين شغلتك راد لها وايد فلوس. زين. زين. زين انا خسرت يعني جوازات رحت فيزيت والفيزا مال الهند يعني 83 دولار النفر. زين. اي اخذت النوبه اخذت انا خسائري. زين. اي قلت لهم يا بان العاد خسرت انا وما عندي انا داينتين وجبتن يعني اعطوني هم اعطوني النوبه الناس اعطوني الخسائر مالته اعطوني 500000 قالوا لي ايش قد قلت لهم 500. زين. اي فانا يعني ورا فتره هم رجعت له هو من اخذت خسائري هم رجعت له قلت له انا صح انا صاحب حق وانا خسرتك وهذه. قال لي انا ان شاء الله المؤسسه من تعطيني اياهن انا احول لك وقلت بين وبين الله. زين. حتى قال لي بعد لا تجي وانا صعبه يعني هم بعد اروح له وهمي انا اترجاه واقول له. بس اقول هسه انا الفلوس اللي اخذتها شنو حكمهم يعني؟ هو قال لك روح قال لك روح اني احل لك واهبك شو اسمه؟ اي بالضبط اي إيه قال لي اذا اعطتني على المؤسسه انا احول لك واهبك. خوش. اي او امام الله قال لي ولا تجيني بعد. خوش ممنون اوضح ان شاء الله اوضح. زين الاخ باسم يقول اني من بابل اداوم بالرمادي وهناك الحسينيات او المساجد اللي يمنا واللي تاذن زي المساجد أهل السنة الأخوة أهل السنة. فيقول أنا شلون قضية صيامي؟ لا أنت باسم أنت ما تقيس على العراقية أو كربلاء أو أي فضائية من الفضائيات مالتنا. زين لا أنت انتبه على هالقضية هذا إليك ولكثير من الأخوة يستفادون. وراء أذان الأخوة السنة ب15 دقيقة تفطر تحسبون 15 دقيقة أنا انطيت بالأكثر تحتاطون 15 دقيقة ومو يأذن رأسا تباوع على ساعتك تضبط الساعة 15 دقيقة. زين تفطر وحين أذن يصير إفطارك بوقته الصحيح إن شاء الله مو على الفضائيات. فضائيات كل فضائية هي تأذن على أساس محافظتها يعني مثلا عراقية على بغداد كربلاء على كربلاء المقدسة النجف يعني فضائية النجف على النجف الأشرف الأنوار ما أدري بالضبط يمكن على النجف أو غير النجف
زين بلادي على بغداد مثلا، فرات على بغداد، ما نقيس عليهن الفضائيات. ليش؟ لان هي تعطي مال. وهذا خوش سؤال، هذا سؤال مهم جدا 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 جدا، وهذا ان شاء الله في رمضان احاول ان اوضح للناس وانبه الناس على هالقضيه، يكون تنتبه الناس. هذا كل محافظه بمحافظتها، كل محافظه يكون تضبط قضيه مواعيد بدايه امساكها الواجب ونهايه امساكها الواجب. زين، الاخ ابو عبد الله يقول اني ما عندي اطفال، اكو يمنا مؤسسه خيريه، يقول المؤسسه الخيريه بها شخص، عرضت الموضوع عليه، قال يابا انا راح امشي لك بهاي القضيه، مشاري بهاي القضيه، قال لي يابا صارت قضيتك راح نطلعك. يقول انا همين رحت سويت معاملاتي وجوازي وكذا وفيز، فيزا مالتي 83 دولار، زوجتي 83 دولار. يقول فبعدين قالوا لي ها لا يابا ماكو متبرع، شغلتك يراد لها فلوس هواية وكذا وماكو متبرع. ف يقول فاني قمت قلت لهم اني العاد خسرت 500، انطوني ال 500 فاخذتها من هذا الشخص مو من المؤسسه، من هذا الشخص. هذا الشخص ايش قال لي؟ قال لي اني اذا انطتني المؤسسه احللك واوهبك. زين، فسال انا ايش اسوي اني؟ انت لازم تستمر تتواصل وياه، تشوف تطي المؤسسه لو ما تطي، لانه هو ليس عليه الضمان، ليس عليه شيء. زين، هو بالنسبه له الرجل متفضل وسعالك بالخير وحاول أن يطلعك. زين، وليس عليه ضمان 500، شرعا ليس عليه ضمان 500، فانطو تقول له منطو حتى ترجع لي إياه أنت 500. نعم نعم. الأخ أبو حسنين من ديالة، تفضل يا أبو حسنين. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أبو حسنين. شيخ ما عندي استفسار. أي نعم شرعي. نعم أي تفضلوا. عندي زوجتي قبل مدة إيه قلت لها شو هي نطلع للبيت علي وهذه، فأفتني ما قالت ما أقدر تعبانة. زين، طبعا صبية حلفت كلام الله، حطيت يد على كلام الله وحلفت إنه باب الحوش بعد ما تخطيها. إيه فشنو هذا اللي أسوي؟ إن شاء الله أوضح، ممنون. يلا خلي هسه إحنا أبو حسنين إن شاء الله إذا الله راد ونطانا عمر وعافية إنه ولكم الثلاثة أجاوبك. وصلنا احنا وياكم الى ختام حلقتنا ولقائنا لهذا اليوم، الى لقاء ولقاءات جديدة ان شاء الله. استودعكم الله واسترعيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء. انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة الجعفري للمدارس النموذجية في إيجاد مستقبل واعد لأبنائنا واستمرار الارتقاء بهم علمياً، بشرى سارة لطلبتنا الأعزاء في محافظة ذي قار، تعلن مدرسة الإمام علي عليه السلام الأهلية عن إقامة دورات تقوية مجانية لطلاب الصف السادس العلمي ابتداء من 1/7 ولغاية 15 من الشهر التاسع عام 2018، وبإشراف مجموعة من الأساتذة الأكفاء وبخبرات متميزة في إقامة دورات التقوية واستيعاب الأعداد الكبيرة لطلبتنا الأحبة. يبدأ التسجيل من الآن لنهاية الشهر السادس، علما أن الدورة ستكون في قاعات مكيفة وستكون مقسمة صباحا للإناث ومساء للذكور، وللمواد التالية: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء والكيمياء والأحياء. والاستفسار يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 07822-843199 و07830909655 و07814645216، أو مراجعة مكتب تيار الإصلاح الوطني في ذي قار. هدفنا نجاحكم. انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة الجعفري للمدارس النموذجية في إيجاد مستقبل واعد لأبنائنا واستمرار الارتقاء بهم علمياً، بشرى سارة لطلبتنا الأعزاء
في محافظة ميسان تعلن مدرسة الإمام الحسن عليه السلام الأهلية عن إقامة دورات تقوية مجانية لطلاب الصف السادس العلمي ابتداء من 1/7 ولغاية 15 من الشهر التاسع عام 2018، وبإشراف مجموعة من الأساتذة الأكفاء وبخبرات متميزة في إقامة دورات التقوية واستيعاب الأعداد الكبيرة لطلبتنا الأحبة. يبدأ التسجيل من الآن لنهاية الشهر السادس، علما أن الدورة ستكون في قاعات مكيفة وستكون مقسمة صباحا للإناث ومساء للذكور، وللمواد التالية: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء والكيمياء والأحياء. والاستفسار يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 0772921751 و 0770909994 و 0770555-5127 أو مراجعة مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان. هدفنا نجاحكم. خلقنا لنعبر، كل بطريقته الخاصة. اختلافنا بذرة وجودنا التي تحقق تميزنا، تنسج ثراءنا لننمو بتكامل. أقوياء مستعدين للحياة. انتخب من يحترم صوتك، من يحترم تفردك. انتخب من يحترم ثقافتنا. انتخب الأصلح. ائتلاف النصر 158. أهلا بكم سادتي المشاهدين. يعتبر تيار الإصلاح الوطني المنضوي ضمن تحالف النصر بقائمته رقم 158 من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، والذي يقدم 7 مرشحين عن محافظة بغداد، من بينهم المرشحة مهدية عبد حسن شاتي اللامي بالتسلسل رقم 33، وهي من أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية وعضوة مجلس محافظة بغداد لدورتين ورئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني وعضوة لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة ورئيسة لجنة إغاثة النازحين في بغداد. تعتبر اللامي قائدة تربوية منذ عام 2005، وهي عضوة الهيئة الاستشارية على مشروع اقرأ لمحو الأمية، وعضوة في الهيئة العليا لمشروع إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية لعام 2011، وعملت في معهد القيادات النسائية العربية منذ عام 2011 بصفة عضوة بارزة فيه، كما كانت عضوة مؤسسة لحملة نساء عراقيات من أجل السلام لعام 2012، وعضوة في اللجنة الاستشارية الفنية للعوائل المهجرة والنازحة والتجمعات العشوائية مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال منذ عام 2009، منها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس اللاجئين النرويجي، فضلا عن منظمات دولية أخرى. مناصب كثيرة أهلتها إلى أن تقود العديد من النشاطات الفاعلة في المجتمع، منها المشاركة والحضور لأكثر من 150 مؤتمرا محليا ودوليا منذ عام 2005 ولغاية عام 2018، تندرج معظمها في المجال التربوي والصحي وحقوق الإنسان. شاركت اللامي في حملات كسب التأييد لقضايا المرأة، منها المدافعة عن حقوق الأرامل في الدستور العراقي، كما ساهمت بتقديم بحث مفصل تمت مناقشته في جامعة الدول العربية اختص في معالجة الأمية للمرأة. منذ شهر تموز عام 2014 عملت المرشحة مهدية عبد حسن اللامي على إغاثة العوائل النازحة من المحافظات التي اغتصبتها عصابات داعش الإرهابية، وتقديم كل الاحتياجات الأساسية من مراكز الإيواء، منها الغذاء والدواء وغيرها من الحاجات الأخرى. يضاف لها حملات الدعم اللوجستي لجميع فصائل الحشد الشعبي من خلال الزيارات المستمرة لسواتر العز والشرف، فضلاً عن الدعم المقدم لعوائل الشهداء وأبنائهم منذ انطلاق العمليات العسكرية وحتى إعلان النصر على العصابات الإرهابية.
تهدف المرشحة مهدية عبد حسن اللامي من خلال ترشحها للانتخابات المقبلة إلى استكمال نهج الإصلاح وتقديم المعالجات الحقيقية والفعلية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع في مختلف مجالات الحياة، منها تحسين الواقع الخدمي والتعليمي وإكمال ما ابتدأته منذ أعوام في عانة الفقراء والمحتاجين والعوائل النازحة. هذا كل ما لدي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. ائتلاف النصر 158. الشارع ينادي بالتغيير والإصلاح، والمواطن يطالب بالحقوق والخدمات. فما هي أدوات الإصلاح وآليات التغيير التي يمتلكها مرشحي البرلمان؟ مشوار الإصلاح يبدأ بصوت المواطن، ونحو البرلمان دليلك نحو مشوار الإصلاح. يأتيكم في الأوقات التالية.